أنا أريد أن أرد على الحنان ميليرك عندما تحدث عن الأخلاق وأنه أنا إذا تمنيت أن تكون الحكومة الإسرائيلية ضعيفة هذا غير أخلاقي. هذا أمر أنا عندما تكون الحكومة الإسرائيلية تفعل الشر، تقتل وتدمر وتحتل وتستوطن وتقتلع الناس، فأنا أريد لها أن تكون ضعيفة. ليس هناك أمر أخلاقي. أنا باعتقادي أنه لا يحق للمضطهد والظالم أن يتهم من يظلم ومن يظلم بأنه غير أخلاقي. قليل من التواضع يعني والتنازل عن الوقاحة الإسرائيلية لا يضر. تفضل حنان ميلر. لماذا تعتبرني ظالم فقط عشان يهوديتي؟ يعني أنا لا أفهم هذا الاتهام. لأنك تدافع عن الحكومة وتتهمني، لأنك تدافع عن الحكومة الإسرائيلية وتريدها أن تكون قوية، وأنت تعرف أن هذه الحكومة تمارس الظلم. أنا لا أتهم، لست يعني هناك يهود من هم أفضل من الموحدة في مواقفهم بكثير. يا سيدي الحكومة الذي نتحدث عنها عضو الكنيسة عافر كسيف لديه مواقف أفضل من منصور عباس. طب الحكومة التي نتحدث عنها لسه ما شكلت، بعد ما شكلت فكيف نحكم عليها؟ نحن لا نعرف شيء عن أجنداتها بعد، لا نعرف خطوطها العريضة شو ناوية تعمل. فعلى كل الأحوال أنا مع الشراكة العربية اليهودية في إسرائيل، أنا مع إنهاء الاحتلال، ولكن أنا أعارض مصطلحات أو تعبيرات مثل اقتحام الأقصى مثلا. أنا برأيي يحق لكل إنسان ولكل مؤمن أن يدخل باحة الأقصى، مثل ما يحق لكل مسلم أن يدخل البراق. كل إنسان مؤمن لديه حرية النقل، وكما في هناك تحريض يميني إسرائيلي ضد العرب، هناك أيضا تحريض عربي ضد اليهود في إسرائيل وفي كل مكان. فلازم نعارض التحريض من أينما أتى ومهما كان. هذا باعتقادي. أنا مع الشراكة، ولكن الشراكة يعني مع احترام متبادل وليس مع تبادل الاتهامات فقط.